اطلع محافظ صلاح الدين الدكتور مهندس عمار جبر خليل على استعدادات وتدابير مديرية تربية المحافظة لإجراء الامتحانات الوزارية المقبلة، مؤكدا أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية المتعلقة بوباء كورونا. وجدد المحافظ خلال زيارته لمديرية تربية المحافظة ولقائه مديرها العام وكادرها المتقدم ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي، كون إن الظرف الراهن يحتم علينا الالتزام بشروط الوقاية الصحية، فيما بارك مسؤولو التربية اهتمام المحافظ وحرص المتواصل على توفير بيئة صحية وتعليمية للنهوض بالواقع التربوي في صلاح الدين.